السلام عليكم الدراري صحاب ديتيكسيون، الدراري صحاب الغابه اللي كيخرجوا للصيد، اللي كيخرجوا لاي بلاصه يديروا اي مغامره في الغابه وتيكونوا بوحدهم. غنوريكم واحد الخطر اللي هو خطر كبير، وخصوصا الواحد اللي كيكون بوحده بحالي، اللي لازم يرد البال لواحد الحاجه اللي هي مهمه، هي هذه. شوفوا معايا، هنا كاين بئر العمق ديالو ما معروفش شحال، العنكبوت مازال ساكنه فيها. يعني هذا الانسان الا ما ردش البال راه يقدر يطيح فيه، يقدر يسحب له هذه غير حجره ويطيح فيه. لذا كنتمناو من الاخوه الكرام كاملين الحيطه والحذر، الحيطه والحذر في الغابه اخوتي، لان الغابه راه فيها اخطار كثيره كثيره، ما تقدرش تعرف شنو يوقع لك فيها. هنا تحركت بيا الارض وبانت لي راه فينا شي بحال شي بيت قديم، ولا تقدر يكون هنا شي بير قديم، ولا هذاك الشيء اللي قلت لكم هو هذاك. شي شنو هاد العجب هذا كاين تحت الارض؟ شتي باش الغابه كلها خطر، تقدر تزطم في شي بلاصه لا قدر الله يطيح الواحد. ها انتوما هذا، لا الا نيشان. شوف شوف شوف، راه الحجر فينا هو الفوق، راه ما عنديش الضو باش نضوي لكم، راني زطمت انا راه فينا وتحرك بيا داك الحجر، يقدر الانسان يطيح في اي لحظه. هذا بيت تحت الارض، وكيف ما شفتوا فصدمت لهيها فتحركات بيا الارض، ومنين جيت لهاد البلاصه هذه فكاين بيت تحت الارض. ها انتوما كيف ما كتشوفوا، فهذا راه بيت تحت الارض، ما عرفناش شنو كانوا كيديروا فيه، شحال هادي، واش كيخبعوا فيه شي حاجه. المهم اراضي الفلاحيه والغابات المهجوره فكلها خطر، فكاين بزاف ديال الابار تيكونوا محفورين وقدامين، ولا ديور قدامين تحت الارض، انسان يرد البال وخصوص اللي كيمشي بوحده. وكيف ما قلت لكم فالغابه كلها مخاطر، وبالنسبه ليا جوج د المخاطر اللي صعابين صعابين بزاف. الخطر الاول وهو الغابه فيا ابار قدامين كيكونوا ديال الناس كانوا كيسقيو بهم، وما كيكونوش مردومين وما كيكونوش مغطيين، فلهذا فالانسان لازم يرد البال. فهذه طريق قديم كما كتشوفوا، كاين واحد الحيط وهذا راه طريق قديم هو اللي غادي كنشتغل فيه. وها الخطر فينا هو هذا، راه واش شي بير قديم او لا؟ هذا الشيء راه غير ردم، راه غيكون مازال غارق بزاف، وهذاك راه الدروج ديالو، هذيك راه درجه، هذيك راه غيكونوا مازال كاينين الدروج هنا، يمكن كانوا كيجمعوا الماء. والبئر المهجور فهو هذا، نشوفوا كيفاش داير. ها هو كيف ما كتشوفوا راه سادينو، ها هو مسدود وقديم، تيعاودوا هذا البير هذا. وهنا ها الخطر اللي قلت لكم، هذا راه بير، هذا راه بئر. ها انتم هذا راه بئر، سبحان الله، الانسان لازم يرد البال في الغابه. وصاحب الضيعه منين عطاني الاذن فوصاني قال لي رد البال بانه كاين واحد البئر هنايا جد جد خطير، قال لي رد البال لا تمشي تطيح فيه. المهم كيف ما كتشوفوا فالبئر فهو هذا، لهذا كننصح جميع الناس، فهذا راه بئر قديم، كننصح جميع الناس اللي كيقوموا بهذه الهوايه هذه فدائما يردوا البال، وكذلك ما يشتغلوش في الليل لان الليل كله خطر. تصوروا معايا انك تكون في الليل دايز من هنايا وطيح في هذا المكان، فغادي تكون النهايه ديالك والهلاك ديالك في هذا البئر هذا اللي راه ما مردومش كيف ما كتشوف. دابا لازم نسدو هذا البئر، ما نخليوش هكا البئر، خاصنا نسدوه باش ما يطيح فيه شي حيوان او لا.